أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: البعض لا يخفي إعجابه ببعض أخلاقيات الكفرة من حسن تنظيمهم لشؤون الحياة وإدارتهم لها، فهل يعد هذا من موالاتهم وحبهم؟ نوع، نعم، هذا نوع، يعني تعظيمهم والثناء عليهم هذا نوع من تعظيمهم، وما عندهم من زهرة الدنيا هذه فتنة لهم. الله جل وعلا يقول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فكر أيهما أحسن، الإيمان بالله ورسوله أو زهرة الدنيا الزائلة؟ أنت الحمد لله هم عندهم زهرة الدنيا، لكن أنت عندك الإيمان اللي ما يعدل بثمن، هم زهرة الدنيا فتنة لهم وهي زائلة، أما أنت عندك الإيمان مناط السعادة ولو ما عندك من الدنيا شيء. فأنت العزيز، والله جل وعلا يقول: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فأنت فكر في إيمانك وما أعطاك الله من النعمة، وفكر في كفرهم وما عندهم من الامتحان والابتلاء بزهرة الدنيا، تعلم أنهم ممتحنون في هذا وأن هذا استدراج لهم. نعم.